معي السيد اللواء علاء عبد الظاهر، مدير اداره المفرقعات بمديريه امن القاهره. اهلا وسهلا سياده اللواء. انا خير باذن الله. صحتك اهلا بيك يا فندم، وبنحييكم وبنشكركم على جهودكم، يا رب ربنا يحفظكم. يا رب يخليك يا فندم. سياده اللواء، ممكن تقول لي وظابط نازل رايح لقنبله احساسه اليومي ايه؟ معلش يعني قبل ما اسالك عن اللي عملته النهارده. والله احساسه زي احساس جميع الساده مفتشي المفرقعات، مش على مستوى مصر ولا حاجه، على مستوى العالم، ان هو رايح البلاغ الاول والاخير في حياته. الاول والاخير، يعني دايما هناك اعتقاد بان قد مش راجع. طبعا طبعا، هو احتماليه رجوعه 100% واحتماليه عدم رجوعه 100%. ده احساس صعب قوي. طب هو احساس صعب، وهو هذا المفتش والوظيفه اللي احنا مختارينها ونقول بنعشقها لحمايه الشعب ولحمايه نفسينا ولحمايه البلد كلها. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم ويحفظكم. طيب النهارده عرفنا ان في تم ابطال تقريبا 23 قنبله بفضل ربنا على مستوى القاهره، كان كميه يعني مش صغيره. احنا مش عايزين نقول قنابل طبعا، احنا برضه عايزين نغير مفهوم كلمه قنبله، عايزين نقول ان هي عبوات، لان القنبله ده لفظ ميليتري اللي هو العسكري، تمام، اللي هي الحاجات التقليديه العسكريه، لكن احنا بنتعامل مع الشراكه الخداعيه والعبوات. نعم. فهي عبوات كلها مبتكره بيبتكرها ناس عشان تبقى في شبه في شبه الشرك الخداعي، تخدع بيها المواطنين وتنطلي على الشخص العادي وتاثر فيه وتنفجر وتاثر على الراي العام. سيادة اللي هو احنا بنشوف دايما مشهد كده وجود مواطنين حوالين الضباط اللي بيشتغلوا بيهوا وبيفكك هذه العبوه. والله حضرتك، هو دي النقطة الوحيدة، يعني أنا كنت مستني من حضرتك السؤال دوت. هو السؤال دوت النهاردة عانينا منه في إحدى العبوات في مدينة نصر، لقينا الإخوة المواطنين اتجهوا لمكان العبوة وقاموا فكها بنفسهم ودخلوا عليها، تناسوا الأخطار وتناسوا الحوادث اللي حصلت وتناسوا إصاباتهم. مش عارف يعني أنهي حق اداهم إن هم يخشوا ويوصلوا لمكان الجسم المشتبه فيه، رغم ان احنا اتكلمنا في كل وسائل الاعلام واتكلمنا في كل حته وفي الجرايد وقلنا يا جماعه ان الجسم المشتبه فيه ان احنا بنبعد بمسافه امنه وبنعمل كردون شبه وهمي لعدم قدره الناس العاديه على انشاء كردون، لغايه ما يجي اي حد من الجهات الامنيه بيأمن المكان وبيبتدي يطلب فريق التعامل بتاع مصر يروح له في المكان بتاع البلاغ ويبتدي يشتغل فيه. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء علاء عبد الظاهر، قائد مدير إدارة المفرقعات بمديرية أمن القاهرة.